أنفسكم. وهنا لفتة، من الفاعل الحقيقي؟ أنا ظروفي صعبة دلوقتي أيا ما كانت، اقتصادية، نفسية، مالية، أسرية، أنا في مشكلة. من اللي أوجدني في هذه الظروف وقائم وقيوم على السماوات والأرض والكون، وسمعي وبصري الذي أسمع به ظروفي وأبصر به ظروفي؟ من بيخلي قلبي ينبض إلى الآن وأن أنا بتنفس عشان أسمع الظروف فأزعل منها أو أفرح بها أو أصبر عليها أو أجزع عنها؟ اللي خلقنا الله عز وجل. مين الفاعل الحقيقي لكل ما نحن فيه؟ ربنا. طبعا ربنا لا يرضى عن الظلم طبعا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظلم ظلمات يوم القيامة. إحنا مش بنقلل أبدا المعنى ده، بس برضو الأمة لو اجتمعت على أن يضرون بشيء، مش هيعرفوا يدرون غير بشيء قد كتبه الله علينا. صحيح. ولو اجتمع العالم كله أنه ينفعنا بشيء، مش هينفعنا إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى لنا، أو كما جاء في الحديث الشريف وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي أنا بتصور لو قالنا أيوة أنت مظلوم، أيوة عالج الظلم، أيوة احتاج، أيوة بس تقتلش نفسك. صحيح. ما تحرقش نفسك. عشان كده الآية الكريمة لما ربطت أولها بآخرها، النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل ثم النهي عن قتل النفس، إن الله كان بكم رحيما. لازم نفتكر يا معتز رحمة ربنا في الأيام دي طبعا. نفتكر ان ربنا على كل شيء قدير. نفتكر كلمة الله غالب اللي موجودة في عند الشعوب الاخرى، على فكرة بيقولوها في تونس، بالذات في تونس فعلا. الله غالب، الله غالب. لا غالب الا الله. نفتكر الآية الكريمة في سورة يوسف، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفتكر ان ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللي بيظلم يفوق دلوقتي. ده برضو عبرة للكل. ده وقت نشر محبة، ده وقت نشر تسامح، وقت نشر تعارف، وقت نشر حرية، وقت نشر عدالة، الحق والخير والعدل والجمال، وقت التصرف بحكمة وعدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في صورة ان احنا نرتكب شيء منهي عنه شرعا، ده ما يصحش ابدا. والمحاولة للخروج من هذا الظلم بكل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكرك جدا على الكلام المهم قوي اللي انا استفدت منه شخصيا جدا النهاردة يا معز، وبقول لك كالعادة ربنا يكتر من أمثالك. لا ربنا يكتر من أمثالك. ربنا يوفقك دايما يا معز. ربنا يخليك ويوفقك دايما يا معز. شكرا لمعز مسعود. والطريق الصح في 90 دقيقة. نتقابل مع 90 دقيقة بكرة إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء.